نحو حياة صحية. تدري اليوم كان في محاضرة عن مرضى الصرع ورمضان، على طول تذكرت ولدي أردنا ربي يعافيه. هي تصدقين كانت من فترة تسألني وما عرفت كيف أجاوبها بصراحة، إذا يقدر ولدها يصوم ولا لا في رمضان. من النقاط الهامة اللي ذكرها الطبيب إن مريض الصرع ضروري يراجع الطبيب ويحدد حجم الجرعة اللي يحتاجها خلال رمضان، وإذا كانت صحتها تسمح للصوم أو لا. بالضبط، لأن أثناء الصيام ما بيقدر ياخذ الدواء، وأكيد هذا ممكن بيأثر على ظهور نوبات الصرع، ولازم تصير إعادة جدولة بعد لمواعيد الدواء. من المحفزات للنوبات بشكل عام التعب والإرهاق وقلة النوم، فضروري أنها تحرص تجنب ولدها السهر لساعات طويلة وياخذ قسطه الكافي من النوم. إنزين، وإذا صام وحسب التعب؟ طبيعي يحتاج يفطر وقتها وياخذ أدويته ولا يعرض نفسه لنوبة صرع ويتعب بعدها أكثر. وكانت بعد تسألني إن الحمد لله ولدها صار لفترة طويلة ما يعاني من نوبة صرع، بس من باب الاحتياط تخاف تصيبه نوبة مفاجئة. في من الحالات اللي ذكرها الطبيب تكون الفترة بين النوبة والثانية تمتد لسنوات، هذا طبعا يعتمد على حالته وكيف يواظب على العلاج ووضعه الصحي العام. إذا قرر يصوم في رمضان إنه يتجنب قيادة السيارة أو الصعود لأماكن مرتفعة. صحيح، يبتعد عن أي مصدر ممكن يشكل له خطورة أو توتر واحتمال إثارة النوبة عنده. بغيت أسألك سؤال أخير يا إيمان، كيف يسعفونه؟ أشوف في الأفلام يحطون قطعة شاش أو قماش في فم المصاب أثناء النوبة عشان ما يعض لسانه. هذه كلها تأليفات للأسف، نحن بهالطريقة نعرضه للاختناق لأنه يحتاج يتنفس، إسعافه بسيط جدا، نتركه ونبعد عنه أي شيء ممكن يؤذيه، مثلا إذا في مزهرية أو طاولة حواليه ممكن يصطدم فيها أثناء التشنج، ونتركه لين تخلص نوبته ونراقبه ولا نقيده لأنه ما بيتوقف. بس في حالات تاخذ فترة طويلة نوبتهم وهذا ما بيشكل خطر على حياتهم؟ عشان كذي أقولك ضروري مراقبته، إذا تعدت النوبة العشر دقايق يجب أن ينقلونه لأقرب مركز طوارئ. إنزين، وشو بعد ما تخلص النوبة؟ شو الإجراء؟ نعطي فرصة ينام ويرتاح لأن جسمه يكون مرهق من النوبة، وياخذ أي دواء أو وصفة وصفها له الطبيب، ويفضل أنه يتمدد على جنبه بحيث يكون قادر على إخراج المادة البيضاء من فمه وما يختنق فيها. بخبرها عيل بهالمعلومات، أكيد بتهمها وبتستفيد منها. نحو حياة صحية مع تحيات إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة.